بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير فاتحين. صدق الله العظيم. اول ما نام معانا من نور الهدى. نور الهدى بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت، لو انا شفت في منامي ان انا رايحة لحفلة غناء وسامعة صوتها من بعيد، والطريق كان مظلم وتوجد انوار من بعيد، وعديت تحت كوبري ولقيت شخص سألته على المكان وكان هياخدني معاه وهيدوني، وكان شايل حاجات، وفي الاخر ضربني، وبعدين ما حسيتش بنفسي الا وانا في بيتنا وبكلم امي، بس ما قلتش لها ان اتسرق فلوسي. طيب خلينا اختي كريمه نوضح ده المنام ده بالتفصيل شويه، في رؤيه الغناء في المنام. اولا، الغناء في المنام اختلف فيه العلماء والمفسرين الى شقين، فقالوا الغناء قد يعبر على خير ورزق وسعاده لصاحب الرؤيه وهو دليل خير، والشق الثاني قالوا قد يعبر على شر ونكد وخصومه ومنازعه لصاحب المنام. طيب نفهم ده ازاي؟ إذا كان الغناء في المنام مما أحله الله، يعني ليس غناء يثير الشهوات أو يثير النفس أو غير ذلك، ولكن غناء قد يكون مدح، مثل المدح للرسول صلى الله عليه وسلم، غناء مثلا للبحر، غناء للشجر، غناء للطيور، غناء للخيول، غناء للجمال أو غير ذلك، كما كان الشعراء قديما يتغنوا، أو يعني يقول الشعر في البحار وفي الجبال وفي الخيول وفي الجمال وغير ذلك. فالغناء إذا كان مما أحله الله، يعني لا يثير الشهوات، فهو دليل خير ورزق لصاحب المنام. أما الغناء الذي يثير الشهوات فهو دليل شر ودليل نكد. تمام. الغناء في المنام إذا كان بموسيقى فهو أيضا دليل شر ودليل نكد، ولكن الغناء بدون موسيقى هو دليل خير لصاحب المنام. تمام. الغناء إذا كان المرأة رأت في المنام أنها تسمع غناء أو تغني وكانت تعمل، وكذلك إذا كان الرجل رأى في المنام أنه يغني أو يسمع غناء ولكن بدون موسيقى وكان هذا الرجل يعمل، فالغناء هنا دليل على ربح في تجارته وربح في عمله ووظيفته. فإذا كان يعمل فربما ينال مكافأة في عمله، وربما ينال خيرا في عمله أو ترقية في عمله ووظيفته. ده بينطبق للمرأة وبينطبق أيضا للرجل. تمام. احنا هنا بنتكلم فقط الغناء بدون موسيقى، والغناء مما أحله الله. الغناء أيضا إذا كان الرجل يغني وهو يسير في الشارع أو يسير في الطريق ولكن لا أحد يسمعه، ولكن هو يغني بفرح ويغني بسعادة، فإن كان هذا الرجل في هم أو ضيق أو نكد فهذا دليل على ذهاب همه وذهاب ضيقه ونكده، وربما ينال خيرا أو يتحقق له شيء يتمناه. الإنسان بطبيعة الحال، أي حد مننا لما يكون في فرح أو في سعادة أو هو في حاجة حققها أو سمع خبر كويس، فبالتالي لما بيقعد مع نفسه دايما بيغني. تمام. فالغناء هنا يعني دليل على خير له أو دليل على تحقيق شيء يتمناه أو وصوله إلى هدفه. كذلك الحال بالنسبة للمرأة أو الفتاة العزباء أو المرأة المتزوجة أو الحامل أو المطلقة أو غير ذلك، إذا رأت في المنام أنها تغني وتدندن لوحدها ولا أحد يسمعها وهي تشعر بفرح في وهي تغني، فهذا دليل خير ودليل سعادة لها، حتى ولو كانت في هم أو ضيق أو نكد، فهذا يدل على ذهاب همها وذهاب نكدها وضيقها. تمام. الغناء في المنام إذا رأت المرأة أو الرجل أو الفتاة العزباء أو المرأة المطلقة أو المتزوجة أنها تغني في الشارع والناس حولها يسمعونها وكان هناك موسيقى أو غير ذلك، فهذا والعياذ بالله دليل على فضيحة تصيبها. الغناء في الشارع والغناء أيضا في السوق إذا كان بموسيقى، وإذا رأى صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية أنها تغني والناس حولها يسمعونها، فهذا دليل على مصيبة أو فضيحة تصيبه، مصيبة أو كارثة أو هم أو ضيق أو شيء مكروه يصيبه. تمام. أيضا إذا رأى الرجل أو المرأة المتزوجة أو العزباء أو غير ذلك، رأت أن هناك أغاني وموسيقى في بيتها، فهذا دليل على وقوع خصومة داخل البيت، ربما يحدث خلاف، ربما يحدث منازعة، ربما يحدث مشاكل في هذا البيت. تمام. إذا كانت رأت الفتاة العزباء
أنها تمشي في المنام هي وصديقتها والإثنتان يغنيان، فهذا دليل على وقوع خصومة بينهما. ولكن إذا كان هناك الغناء بموسيقى، يعني فتاة شافت هي وصاحبتها أنهم ماشيين في الشارع والاتنين بيغنوا أو بيسمعوا أغاني، فسماع الأغاني أو بيغنوا وفي موسيقى، فده دليل على وقوع خصومة ومنازعة بينهم، يحدث خلاف وخصومة بينهما، تمام؟ ولكن إذا شافت الفتاة أنها تغني هي وصديقتها وليس هناك موسيقى ولا أحد يسمعهما، فهذا دليل على حب ودليل على ود بينهما، دليل خير وود وحب بينهما، تمام؟ كذلك المرأة المطلقة إذا رأت أنها تغني أيضا، فهذا إما يدل على رجوعها إلى طليقها أو أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقها بزوج يكون أفضل من طليقها. كذلك الحال بالنسبة للمرأة الأرملة. المرأة الأرملة الغناء لها في المنام بدون موسيقى دليل على خير ودليل على فرح وسعادة تصيبها. قد يتحقق هذا الخير وهذا الرزق وهذه السعادة إما لها أو لأحد من أبنائها، تمام؟ الغناء أيضا في المنام إذا كان الرجل أو عازب ورأى أنه يغني، فربما هذا دليل على زواجه. وكذلك الفتاة العزباء، الغناء لوحدها أو الغناء في بيتها دليل على خير يصيبها، أو ربما تنال، يعني يرزقها الله بشاب يكون صالحا وتتم الأمر أو يجمع الله بينهما في خير. الغناء في الحمام أيضا دليل أمر مكروه. الغناء في الحمام سواء كان للرجل العازب أو المتزوج أو للفتاة العزباء أو المرأة المتزوجة، رأت أنها في الحمام وتغني فعليها أن ترقي نفسها، سواء كان الغناء هنا بموسيقى أو بدون موسيقى. الغناء في الحمام في المنام سواء بموسيقى أو بدون موسيقى أمر مكروه، لابد أنها ترقي نفسها، لأن الغناء هنا قد يصيبها بمس أو حسد أو سحر والعياذ بالله. فبالتالي الغناء في الحمام من المنامات المكروهة، وعلى صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية أن تستعيذ بالله من هذا المنام ولا تحدث به أحد، وإن تقرر مع هذا المنام فعليها بالرقية الشرعية والمداومة على الأذكار والدعاء حتى ينجيها الله من ذلك. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. هذا والله أعلم.